السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غنشوفوا التمرين الأول من الامتحان الوطني ديال 2012، الدورة العادية علوم رياضية. التمرين كان حول البنيات الجبرية وكان فيه يعني 3.5 نقط. مزيان، نبدأ بالشطر الأول من هذا التمرين. هذا السؤال في الشطر الأول قال لك في الحلقة الواحدية M 3R زائد ضرب، يعني مجموعة مزودة بالزائد العادي والضرب العادي للمجموعة R، نعتبر المصفوفتين A جذر 5 ناقص 1 على 2، 0 0، 0 ناقص 2 1، 0 ناقص 1 1، وال E المصفوفة E يعني الإيدنتيتي. مزيان، بالنسبة للسؤال واحد قال لك أولا أحسب E ناقص A، أحسب E ناقص A. مزيان، نبداو هنا بالنسبة للحساب ديال الفرق ديال المصفوفتين عادي، يعني كنديرو الفرق غير ديال المعاملات ديال المصفوفات حد بحد. يعني نكتبو المصفوفة اي 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ناقص المصفوفة ا اللي معطيانا هنايا اللي هي جذر 5 ناقص 1 على 2، 0 0 0 ناقص 2 1، 0 ناقص 1 1. مزيان، من بعد نديرو الفرق كيف ما قلنا ديال معامل بمعامل، يعني غنديرو 1 ناقص جذر 5 ناقص 1 على 2، 1 ناقص جذر 5 ناقص 1 على 2، 0 ناقص 0 اللي هي 0، 0 ناقص 0 اللي هي 0، 0 ناقص 0 عاوتاني 0، 1 ناقص ناقص 2 نكتبوها، 1 ناقص ناقص 2، 0 ناقص ناقص 1، 0 ناقص 0 0 0 ناقص 1 1 ناقص 1. هذا هو الفرق ديال هذه المصفوفتين. هذه ما تبقى هنا غير الحساب. بالنسبة لهنا غادي نوحد المقامات، المقام واحد عندنا هو 2، وغتولي عندنا 2 ناقص جذر 5 ناقص 1 الكل على 2، وهنا 0 0 0، 1 ناقص ناقص 2 هي 3، 0 ناقص ناقص 1 هي 1، وهنا 0 ناقص 1 0. صافي، هنا بقى لنا غير تبسيط، 2 ناقص ناقص 1 هي 3، غتبقى 3 ناقص جذر مربع 5 على 2، 0 0 0 3 1 0 ناقص 1 0. هذا هو الفرق ديال هاد المصفوفتين اي ناقص ا، هو هاد النتيجة اللي عندنا هنا. من بعد الشطر الثاني من السؤال الأول قال لك احسب ا أس 2. مزيان، الجداء ديال المصفوفتين، الجداء ديال المصفوفتين، نديرو ا أس 2 هي ا مضروبة في ا، يعني نكتبو ا ونضربوها في نفسها. المصفوفة ا هي جذر مربع 5 ناقص 1 كيف ما شفنا قبيله، 0 0 0 ناقص 2 1، 0 ناقص 1 1 مضروبة في نفسها بطبيعة الحال، جذر 5 ناقص 1 عفوا هنا على 2، على 2، 0 0 0 ناقص 2 1، 0 ناقص 1 1. مزيان، بالنسبة للضرب ديال المصفوفتين تقريبا رانا عارفين كيفاش ديرو. بالنسبة للضرب شنو كنديرو؟ كنمشي كندير هاد السطر هذا مضروب في هاد السطر هذا، هادي أول حاجة كندير تساوي، يعني شنو كندير؟ كندير هاد المعامل الأول في المعامل الأول، زائد المعامل الثاني في المعامل الثاني، زائد المعامل الثالث في المعامل الثالث، والنتيجة كاملة كنحطها في هاد المعامل الأول اللي عندي هنا. يعني شنو غادي يوقع لي هنايا؟ غير جذر 5 ناقص 1 على 2 مضروب في نفسها، اللي هي جذر 5 ناقص 1 على 2 الكل أس 2، زائد طبيعة الحال هنا 0 في 0 0 في 0، يعني ما غادي نزيد والو بطبيعة الحال. مزيان، بالنسبة للسطر الثاني نفس الشيء، شنو كندير؟ أولا المعامل الثاني كنمشي نضرب هاد السطر الأول في هاد الكولون الثاني، يعني شنو غادي يولي عندي هنا؟ غيولي عندي جذر 5 ناقص 1 على 2 مضروبة في 0 اللي هي 0، زائد 0 مضروبة في ناقص 2 اللي هي 0، زائد 0 مضروبة في 1 اللي هي 0، يعني هاد النتيجة اللي غتكون عندي هنا هي 0. نفس الشيء بالنسبة للمعامل الأخير، كندير عاوتاني هاد السطر الأول في الكولون الثالث، يعني غتولي عندي جذر 5 ناقص 1 على 2 مضروبة في 0 هي 0، زائد 0 في ناقص 1 و0 في 1، يعني النتيجة كاملة في الأخير غتكون هنا هي 0. بالنسبة للمعاملات الأخرى كنحصل عليها بنفس النتيجة، يعني كنبقى نضرب السطر الثاني في الكولون الأول، 0 في عدد هي 0، ناقص 2 في 0 هي 0، ناقص 1 في 0 هي 0، نكتبها. نفس الشيء هنايا نضرب عاوتاني هاد السطر هذا مضروبة في هاد الكولون هذا، غتولي عندي 0 في 0 هي 0،
ناقص جوج في ناقص جوج هي أربعة، زائد ناقص واحد في واحد هي زائد ناقص واحد اللي هي ناقص واحد. اكتبها هنا أربعة ناقص واحد. بالنسبة للأخير نفس الشيء، عاوتاني غنضرب هاد السطر هذا نضرب في هاد السطر هذا، غادي نحصل على صفر في صفر هي صفر، ناقص اثنان في ناقص واحد هي اثنان، زائد ناقص واحد في واحد اللي هي ناقص واحد. ممكن نكتب هنا زائد ناقص واحد أو مباشرة ندير ناقص واحد. بالنسبة للأخير نفس الطريقة، صفر في عدد هو صفر، واحد في صفر، واحد في صفر، يعني مجموع هذه المعاملات اللي غيكون عندي هنا هما صفر. بالنسبة لهنا نفس الشيء، نضرب هذا السطر هذا في هذا الكولون هذا، صفر في صفر هي صفر، واحد في ناقص اثنان هي ناقص اثنان، زائد واحد في واحد هي واحد. مزيان. هنايا بالنسبة للأخيرة نفس الشيء، هذه مضروبة في هذه، يعني نلقى زيرو في زيرو هي زيرو، واحد في ناقص واحد هي ناقص واحد نكتبها، زائد واحد في واحد اللي هي واحد. مزيان. بقى لي هنايا غير الحساب. بالنسبة لهذه عدد كسري أس اثنان، راه هي البسط أس اثنان على مقام أس اثنان، تعطيني بحالك جذر خمسة ناقص واحد أس اثنان على اثنان أس اثنان اللي هي أربعة. هنايا صفر صفر صفر، أربعة ناقص واحد ثلاثة، اثنان ناقص واحد واحد، صفر ناقص اثنان زائد واحد ناقص واحد، ناقص واحد زائد واحد هي زيرو، يعني كتساوي بالنسبة لهذه متطابقة هامة سهلة. المربع ديالها هو خمسة ناقص اثنان جذر خمسة زائد واحد اللي هي ستة، ناقص اثنان جذر مربع خمسة، الكل مقسوم على أربعة، صفر صفر صفر، ثلاثة واحد، صفر ناقص واحد صفر. بقى لي هنا اختزال بسيط باثنان هنا في هذه المعامل هذه اللي عندي هنا، كتساوي ثلاثة ناقص جذر مربع خمسة على اثنان، زيرو زيرو زيرو، ثلاثة ناقص واحد، صفر واحد صفر. مزيان. وهذا هو القيمة ديال أ أس اثنان. مزيان. دابا حسبنا أ أس اثنان وحسبنا إي ناقص أ، تقريبا راه كما كتلاحظوا هنايا راه نفس النتيجة، هذه هي أ أس اثنان هي هذه اللي عندنا هنايا، وهذه هي إي ناقص أ، كيفما كتلاحظوا راهما نفس النتيجة. دابا ندوزو للسؤال الثاني. مزيان. بالنسبة للسؤال الثاني قال لك استنتج أن، استنتج أن أ تقبل مقلوبا المطلوب تحديده، يعني خصك تحسبه تحدد القيمة ديالو. حنا شنو استنتجنا من السؤال الأول؟ استنتجنا من السؤال الأول أنه إي ناقص أ كتساوي أ أس اثنان، أو العكس، ولا أ أس اثنان كتساوي إي ناقص أ، ماشي مشكل. مزيان. ناخدو هاد الإي هادي أو هاد الأ هادي ندوها للطرف الثاني، شنو غادي يولي عندي؟ غيولي عندي إي كتساوي أ أس اثنان زائد أ، حيت حولنا هاد ناقص أ للطرف الثاني. مزيان. هنا عندنا عامل مشترك، أ أس اثنان هي أ في أ، و أ راه هي أ مضروبة في إي ليدونتيتي، أنا ما كنقولوش مضروبة في واحد حيت المصفوفات، يعني إي كتساوي نعمل بأ، تولي عندي أ عامل لي أ زائد إي. يعني شنو عندنا هنا؟ عندنا واحد المصفوفة كنضربها في واحد المصفوفة أخرى وكنلقى ليدونتيتي، هذا هو التعريف ديال أن واحد المصفوفات كتقبل مقلوب، يعني من هنا يمكن لي نستنتج ومنه مقلوب أ هو أ زائد إي. بما أنه هنا قال لك في السؤال المطلوب تحديده، يعني خاصني نحسب أ زائد إي شحال كتساوي. أ زائد إي ببساطة نديرو الجمع كيف ما درنا في السؤال الأول، فقط يمكن لك دير مباشرة عاوتاني الجمع، دير جذر مربع خمسة ناقص واحد على جوج، زيرو 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 ناقص اثنان ناقص واحد، صفر واحد واحد، زائد ليدونتيتي اللي هي واحد صفر 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 واحد صفر 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 واحد، كتساوي ما تبقى هنا غير الجمع معامل بمعامل، جذر مربع خمسة ناقص واحد على اثنان زائد واحد، صفر زائد صفر هي صفر، صفر زائد صفر نفس الشيء، صفر زائد صفر صفر، ناقص اثنان زائد واحد ناقص واحد، ناقص واحد زائد صفر ناقص واحد، صفر زائد صفر صفر، واحد زائد صفر واحد، واحد زائد واحد اثنان. ما تبقى هنا غير توحيد المقامات. هنا المقام واحد طبيعة الحال هنا هو جوج، هتولي عندي جذر خمسة ناقص واحد زائد اثنان اللي هي جذر خمسة زائد واحد على اثنان، صفر 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 ناقص واحد ناقص واحد، صفر واحد اثنان، ومنه مقلوب أ هو هذا المصفوف اللي توصلنا ليه هنايا في الأخير. هذا فيما يخص السؤال الأول. السؤال الثاني، ندوز دابا للجزء الثاني من التمرين. في الجزء الثاني من التمرين، في الجزء الثاني من التمرين قال لك لكل عدد حقيقيين أ و ب من المجال إي اللي هو المجال المفتوح واحد زائد ما لا نهاية
نضع ان نجم بي كتساوي واحد التعبير اللي هو قدامكم. اول سؤال قال لك تحقق من واحد المتساويين. بالنسبه لتحقق من واحد المتساويين يمكن لي ننطلق انا من الطرف اللي بغيت، يا من الطرف اللي عندي في اليمين او الطرف اللي عندي في اليسار، واحده في الجوج. مزيان، هنايا ننطلق من الحاجه اللي بغيت. احنا ننطلق من الطرف اللي في اليسار، اكس اس 2 ايغريغ اس 2 ناقص اكس اس 2 ناقص ايغريغ اس 2 زائد جوج تساوي. هنايا يمكن لي ندير نعمل هنا عندي فهاد الجوج هادو الاولين اللي عندي، هنايا عندي واحد عامل مشترك اللي هو اكس اس 2، يمكن لي نعمل به اكس اس 2 عامل لي ايغريغ اس 2 ناقص واحد بطبيعه الحال ناقص ايغريغ اس 2 زائد جوج. مزيان، هادشي بطبيعه الحال مهما يكون اكس وايغريغ ينتميان الى ار اس 2 بطبيعه الحال. مزيان، نكملوا هنايا. هنايا عندي ايغريغ اس 2 ناقص واحد، ولكن هنا ما عنديش ايغريغ اس 2 ناقص واحد، وانا كيبان لي في النتيجه اللي باغي نوصل لها خاص ضروري يكون عندي ايغريغ اس 2 ناقص واحد كعامل عاوتاني. شنو غندير هنايا؟ غنحاول نقسم هذه على جوج. شنو غادي نلقى؟ ايغريغ اس 2 ناقص واحد ناقص ندير ايغريغ اس 2 هذيك الجوج ندير فيها زائد واحد زائد واحد، يعني بحال نقسمها. من بعد انا باغي نعمل بايغريغ اس 2 ناقص واحد، ياك نعمل بهذا الناقص هذا اللي عندي هنا، الا عملت به شنو غادي يولي عندي؟ غيولي عامل لي ايغريغ اس 2 وهاد الزائد اللي عندي هنا غتولي ناقص واحد، ونخلي هاد الزائد واحد هنا على حده. شنو ولا عندي دابا؟ ولا عندي عامل مشترك اللي هو هذا اللي هو ايغريغ اس 2 ناقص واحد. نعمل به شنو غادي يولي عندي؟ الا عملت به غتولي عندي هنا غتبقى لي اكس اس 2 ناقص بطبيعه الحال، وهنا شنو غيبقى لي من هذا المعامل؟ هذا غيبقى لي واحد عامل لي ايغريغ اس 2 ناقص واحد زائد واحد، وغنوصل النتيجه اللي بغيت. عاوتاني الا بغيتي تنطلق عاوتاني انت من هذه النتيجه هذه اللي باغي توصل لها وتوصل لها التعبير اللي عندك في الاول، يمكن لك ديرها عاوتاني اللي بغيتي. هذا بالنسبه للسؤال واحد. بالنسبه للسؤال جوج، سؤال جوج قال لك بين ان نجم قانون تركيب داخلي في اي، ياك بين ان نجم قانون تركيب داخلي في اي. شنو خاصني ندير هنا؟ خاصني ناخذ واحد جوج العناصر ا و بي ولا اكس و ايغريك اللي بغيت انايا، ليكون ا و بي او لا اكس و ايغريك بحال بحال عنصرين من اي. شنو خاصني نبين هنا؟ الا بغيت نبين القانون التركيب الداخلي خاصني نبين ان ونبين ان ا نجم بي حتى هي راه كتنتمي لاي. هادشي اللي خاصني ندير. مزيان، ا و بي ينتميان الى اي، ياك بغيت نبين ان ا نجم بي كتنتمي لاي. شنو هي ا نجم بي؟ ا نجم بي كتساوي هو داك التعبير اللي معطيني تما، يمكن ناخذ الاول ولا الثاني على حساب انا شنو بغيت. ناخذ انا هنا التعبير الثاني، يعني ندير ا اس 2 ناقص واحد عامل بي اس 2 ناقص واحد زائد واحد، هذه هي ا نجم بي، ياك. مزيان، دابا خاصني نبين ان هذا التعبير هذا اللي عندي هنا حتى هو كينتمي لاي. شنو عندي انا المعطيات؟ عندي ا و بي هما اللي عنصرين من اي. بما ان ا و بي عنصرين من اي نكتبها هنايا، ا ينتمي الى اي و بي ينتمي الى اي. هادشي شنو كيكاف ولا شنو كيستلزم؟ ان ا اكبر قطعا من واحد، ونفس الشيء بالنسبه لبي هي اكبر قطعا من واحد. مزيان، شنو عندنا هنايا؟ عندي ا اس 2 ناقص واحد. اول حاجه ندير المربع، تولي عندي ا اس 2 اكبر من واحد اس 2 اللي هي واحد، وهنا بي اس 2 اكبر من واحد اس 2 اللي هي واحد، يعني ان ا اس 2 ناقص واحد اكبر قطعا من الصفر، وبي اس 2 ناقص واحد اكبر قطعا من الصفر. هنا غير دينا هذا الواحد لهذا الطرف هذا. من بعد عندي عددين موجبين، هذا موجب وهذا موجب، يعني بطبيعه الحال الجداء ديالهم راه حتى هو غادي يكون موجب. شنو بقى لي انا باش نوصل لان نجم بي؟ ان نجم بي هي هذا التعبير اللي عندي هنايا، تقريبا انا وصلت لهذا التعبير هذا كامل. بقى لي غير نزيد واحد في الطرفين، وغادي نلقى ا اس 2 ناقص واحد عامل بي اس 2 ناقص واحد زائد واحد اكبر قطعا من صفر زائد واحد اللي هي واحد. ومنه هذا الشيء اللي عندي هنا هو ا نجم بي اكبر قطعا من واحد، يعني ان ا نجم بي حتى هي كتنتمي لاي. انطلقنا هنا من ان ا و بي عنصرين من اي، وصلنا لان ا نجم بي هي عنصر من اي، ومنه نجم قانون تركيب داخلي في اي. هذا ما يخص السؤال الثاني. مزيان، ندوز للسؤال اللي من بعد. بالنسبه للسؤال 3 قال لك نذكر ان اغ نجمه زائد مزوده بقانون ديال الضرب هي زمره تبادليه، وقال لك نعتبر التطبيق في من اغ نجمه زائد الاي كيحولنا كل اكس لجذر مربع اكس زائد واحد، عطانا واحد التطبيق فيه بطبيعة الحال. وقال لك بين ان التطبيق فيه هو تشاكل تقابلي من اغ نجمة زائد ضرب نحو اي نجمة. هذه اول حاجة. مزيان، هاد السؤال هذا ثلاثة الف كيتكون من جوج ديال الاجزاء،
قال لك بان التطبيق فيه تشاكل تقابل، يعني اول حاجه خاصني بان انه تشاكل. عاد ديك الساعه بان انه تطبيق تقابلي. مزيان، اول حاجه عندي هنا ناخذ واحد جوج العناصر ليكون ا و بي من اغ نجمه زائد، هذه اول حاجه باش نبين ان فيه تشاكل. خاصني نبين ان في ديال ا نجمه في ديال بي كتساوي في ديال ا مضروبه ب، هادشي اللي خاصني نبين، هادشي باش نبين ان التطبيق فيه هو عباره عن تشاكل. نبداو، لدينا في ديال ا نجمه في ديال بي كتساوي في ديال ا، هي الصوره ديال ا بالتطبيق فيه اللي هي ا جذر مربع ا زائد واحد نجمه، نفس الشيء بالنسبه لفي ديال بي جذر مربع بي زائد واحد. مزيان، القانون نجمه عندنا في السؤال الاول يمكن نطبقوه على هاد العددين هادو جذر ا زائد واحد وجذر بي زائد واحد. شنو غادي نلقى؟ نلقى هو جذر مربع هذا استثناء اللي هي ا زائد واحد، فهذا استثناء اللي هي بي زائد واحد ناقص هذا استثناء اللي هي ا زائد واحد، العدد الاول استثناء ناقص العدد الثاني استثناء اللي هو بي زائد واحد زائد جوج. مزيان، هذه هي في ديال ا نجمه في ديال بي. نكملوا هنايا، كتساوي جذر مربع، نشرح التعبير اللي عندي هنايا تحت الجذر مربع. شنو غادي نلقى؟ ا بي زائد ا زائد بي زائد واحد ناقص ا ناقص واحد ناقص بي ناقص واحد زائد جوج. مزيان، عندي هنا ا ناقص ا بي ناقص بي زائد واحد ناقص واحد ناقص واحد زائد جوج اللي هي واحد. يعني شنو غيبقى لي هنا؟ غيبقى لي جذر مربع ا بي زائد واحد. شنو هي جذر مربع ا بي زائد واحد؟ راه هي الصورة ديال ا بي بالتطبيق في، يعني هي نكتبو هنا الضرب، هي في ديال ا ضرب بي، ومنه وبالتالي فإن في تشاكل من اغ نجمة زائد مزودة بالضرب نحو اي نجمة. هذا هو الشطر الأول من السؤال. دابا نحاولو نبينو أن في عبارة عن تقابل. مزيان، بحال اش غنبينو أنه عبارة عن تقابل؟ شنو غادي نديرو؟ ليكن إكغيك من إي، ونحاولو نحلو هاد المعادلة هادي، يعني نحل المعادلة بطبيعة الحال غادي نحلوها في إغ نجمة زائد اللي هي إكغيك تساوي في ديال إكس. هادشي باش نبينو أن التطبيق فيه هو عبارة عن تطبيق تقابلي. نبداو نحلو المعادلة، إكغيك تساوي إف في لإكس، شنو كتعني؟ كتعني أنه إكغيك يساوي جذر مربع إكس زائد واحد ولا واحد زائد إكس. إلا بغيت نحيد هاد الجذر مربع هذا غادي بطبيعة الحال نرفع أستثنان، غتولي عندي إكغيك أستثنان كتساوي إكس زائد واحد، يعني بطبيعة الحال شكون حا كيساوي إكس؟ إكس، ندي إكس لهنايا ونجيب إكغيك لهنايا، شنو غادي يولي عندي؟ غيولي عندي إكس يساوي إكغيك أستثنان ناقص واحد. شنو بقى ليا هنا مبين؟ بين أن إكس كينتمي لإغ نجمة زائد، هادشي اللي بقى ليا. شنو عندي هنايا؟ عندي كيف ما قلنا نكتبو هاد النتيجة اللي وصلنا لها هنايا، إكس تساوي إكغيك أستثنان ناقص واحد. مزيان، إكغيك أستثنان لاش كتنتمي؟ إكغيك أستثنان أولا إكغيك كتنتمي لإي، يعني أن إكغيك كيكافئ هادشي أن إكغيك أكبر قطعا من واحد، هادشي كيكافئ أن إكغيك أستثنان أكبر قطعا من واحد أستثنان، اللي كيكافئ لأن إكغيك أستثنان ناقص واحد أكبر قطعا من صفر بطبيعة الحال. إكغيك أستثنان ناقص واحد راه بينا أنها هي إكس، يعني أن إكس أكبر قطعا من صفر، يعني أن إكس كينتمي بطبيعة الحال لمجموعة إغ نجمة زائد. مزيان، وهنايا بينا أن المعادلة إكغيك تساوي في لي إكس تقبل حلا وحيدا في إغ نجمة زائد. مزيان، بما أننا بينا هذه المعادلة هذه تقبل حلا، يعني أن التطبيق فيه تقابل. إذا في تقابل من إغ نجمة زائد ضرب نحو إي نجمة، وبالتالي بينا أنه في الأول هو عبارة عن تشاكل، دابا بينا أنه تقابل، يعني أن في تشاكل تقابلي من إغ نجمة زائد ضرب نحو إي نجمة. هذا فيما يخص السؤال ديال بين أن في تشاكل تقابلي. مزيان، بالنسبة للسؤال ب، قال لك ما هي البنية ديال إي نجمة؟ ما هي بنية إي نجمة؟ شنو بحال غنجاوبو على هذا السؤال هذا؟ حنا عندنا واحد المعطى، بما أن إغ نجمة
زائد هذه معطيه لنا في المعطيات مزوده بالضرب، قال لك نذكر ان اي نجم زائد ضرب هي زمره تبادليه. وعاوتاني عندنا في تشاكل تقابلي من هذه الزمره التبادليه اللي عندنا اللي هي اي زائد نجمه مزوده بالضرب نحو اي نجمه، يعني راه باينه شنو غتكون حتى اي نجمه، باينه غتكون اي نجمه هي عباره عن واحد الزمره تبادليه بحال بحال اي نجمه زائد مزوده بالضرب، لان في عباره عن واحد التشكل التقابلي اللي كيحافظ لي على البنيه الجبريه، يعني هذه عباره عن زمره تبادليه. مزيان، بالنسبه للسؤال الاخير عطانا واحد المجموعه اخرى سيغما، عطانا واحد المجموعه سيغما وقال لك بين ان سيغما هي عباره عن زمره جزئيه من اي نجمه. هادشي اللي معطيه لك، اول حاجه المجموعه سيغما راه باينه انها ضمن اي، هذه اول حاجه. وثاني حاجه هي عباره عن مجموعه غير فارغه، لانه الا عوضنا غير داك الان بصفر غنلقاو 1 زائد 2 اس 0 اللي هي جذر مربع 1 زائد 1 اللي هي جذر مربع 2، جذر مربع 2 كيف ما قلنا كينتمي لسيغما، يعني ان سيغما هي مجموعه غير فارغه. مزيان، بينما دابا ان سيغما عندنا سيغما ضمن اي وسيغما هي مجموعه غير فارغه، دابا نحاولوا ناخذ واحد جوج العناصر من سيغما ليكون اكس و واي من سيغما. اذا طبيعة الحال الا كان اكس و واي من سيغما يعني انه يوجد واحد جوج الاعداد من مجموعه زد ان و ام نسموهم حنايا من زد، بحيث غادي يكون عندي اكس كيساوي جذر مربع 1 زائد 2 اس ان، واي يساوي 1 زائد 2 ولا جذر مربع 1 زائد 2 اس ام. اللي بغيت ندير ندير ماشي مشكل، نقدر ندير ان هنايا ولا هنايا ماشي مشكل. مزيان، اذا شنو غادي خصنا ندير هنايا؟ غندير اكس نجمه ايغريك بريم، بحيث ايغريك بريم هي المماثله ديال ايغريك، كتساوي جذر مربع 1 زائد 2 اس ان نجمه، جذر مربع 1 زائد 2 اس ان بريم كتساوي كتساوي بالنسبه لهادي احنا عندنا في ديال اكس راه هي جذر مربع 1 زائد اكس ولا جذر مربع اكس زائد 1، يعني كملاحظه هنا هذه راه كتمثل هي في ديال 2 اس ان نجمه، وهنايا في ديال 2 اس ام ولكن بريم. مزيان، كتساوي في ديال 2 اس ان نجمه، هنايا في ديال 2 اس ام بريم مماثل ديال 2 اس ام، كتساوي في ديال 2 اس ان نجمه في ديال المماثل ديال 2 اس ام، بطبيعه الحال راه هو المرافق ديالو اللي هو 1 على 2 اس ام، كتساوي في ديال 2 اس ان مضروبه، هادشي بينا ليه في السؤال اللي قبل لان في عباره عن تشاكل تقابلي، كتساوي في ديال 2 اس ان مضروبه في 1 على 2 اس ام، وهاد 2 اس ان مضروبه في 1 على 2 اس ام راه هي في ديال 2 اس ان ناقص ام، اللي هي نفسها كتساوي لنا 1 زائد 2 اس ان ناقص ام. مزيان، وهذا العدد هذا بطبيعة الحال راه كينتمي لسيغما، ومنها كاستنتاج كنبينوا ان هنايا سيغما هي عبارة عن زمرة جزئية من من الزمرة اي نجمة، ومنه سيغما هي زمرة جزئية من اي نجمة. وهذا هو التمرين ديال البنيات الجبرية ديال الوطني ديال 2012 الدورة العادية.